السلام عليكم. لما كنا بنقول ان كل مغتصق متناقض ما كناش بنكذب، والدليل هتشوفوه في الحلقه دي، وده مش دليل، دي فضيحه. بس هل من الضروري اني علشان امدحك علشان عملت حاجه معينه ان ذم حد تاني عمل نفس الحاجه المعينه دي اللي انت عملتها؟ ده الكارثه الاكبر كمان، اني امدحك عشان انت عملت حاجه معينه بينما انت غريب عني، وذم الناس اللي مني واللي اقرب لي منك علشان عملوا نفس الحاجه دي. دي مش فضيحه بقى، دي لا مؤاخذه بعيد عنكم وعن السامعين تبقى اسمها دياثه. احمد منصور احد كبار مذيعي قناه الجزيره كادر كبير في جماعة الإخوان، بل هو أحد عناتيل جماعة الإخوان، وقع في تناقض من نوع غريب جدا فضح بيه نفسه وتوجهات الجماعة اللي هو بينتمي ليها. شوفوا قال إيه عن مصر اللي المفروض إن هي بلده بتاريخ 23 مارس 2020: رغم تفشي فيروس كورونا في معظم محافظات مصر وشكاوى الأطباء من نقص المعدات والاحتياجات الطبية، السيسي يتباهى بإرسال طائرة مساعدات طبية لإيطاليا بينما شعبه يموت. أما آن لهذه المهزلة أن تنتهي ويسترد شعب مصر بلده من هذه العصابة؟ يعني احمد منصور بيصور لقارئ التغريده دي ان فيروس كورونا متفشي في مصر، وانه من الغلط ومن العار ان احنا نبعت مساعدات طبيه لايطاليا. وانا بسال احمد منصور هنا: يا سيدي، احنا عارفين ان المنظومه الصحيه في مصر على قد حالها. لا، على قد حالها ايه يا عم؟ خلينا نقول ان المنظومه الصحيه في مصر متنيله ب60 نيله، والمنظومه الصحيه في مصر عمرها ما كانت قبل السيسي بتنافس المنظومات الصحيه العالميه والاوروبيه تحديدا. وفي الغالب احنا غالبا بندعي انه ربنا يحفظ البلد ويحفظ العالم كله من شر الأوبئة. بس انت ليه سايب العالم كله وجاي ماسك في مصر؟ طبعا لأسباب سياسية معروفة. هو انت يا ابن هتبقى مبسوط لما فيروس كورونا يتفشى في مصر؟ يعني انت علشان تسقط السيسي، علشان بتكرهه وعلشان عزل جماعتكم، بتتمنى ان فيروس كورونا تنتشر ما بين المصريين وتقضي عليهم؟ مش المفروض ان المصريين دول اهلك وناسك ولا ايه؟ ده ايه الوساخه اللي انت فيها دي؟ في المقابل بقى، وعلشان ربنا يفضح الكائن المدعو احمد منصور، يوم 1 ابريل ينزل التغريده دي، يعني بعد 9 ايام مش اكتر. شوفوا بقى احمد منصور منزل التغريده دي: في الوقت الذي تخلت فيه اوروبا عن ايطاليا وتركتها تواجه فيروس كورونا المستجد وحدها، تركيا ترسل أطنانا من المساعدات الطبية العاجلة لإيطاليا، وهذا يؤكد أن فيروس كورونا سيغير الخرائط السياسية وتحالفات وعلاقات الدول مع بعضها البعض. فيا ترى ما هو شكل العالم بعد فيروس كورونا؟ ويجي برضو في نفس اليوم وينزل تغريدة تانية عن مساعدات تركيا الطبية لأسبانيا: بعد إيطاليا، تركيا ترسل مساعدات طبية صناعة تركية لأسبانيا، فيروس كورونا، فيروس كورونا المستجد. يا سبحان الله، أحمد منصور استحرم على مصر إن هي تبعت مساعدات طبية إيطاليا من باب الصداقة الدولية والعلاقات الدولية والتاريخ الطيب في العلاقات ما بين الدولتين، واعتبر ان ده عمل خسيس واللي بيحكم مصر عصابة ولازم يتحكموا، بينما بيمجد في تركيا اللي بتبعت مساعدات طبية لأسبانيا وإيطاليا في الوقت اللي فيروس كورونا منتشر فيه بتركيا بصورة قد مصر اكتر من 20 مرة، والنظام الصحي التركي بيتهالك ومش قادر يلبي كافة المتطلبات الصحية. فأردوغان بيجمع تبرعات من شعبه وبيطالب الشعب ان اللي يتعب يقعد في البيت وما يروحش المستشفى الا لما يكون الوضع متفاق. مش قلتلكم المرتزق دايما متناقض ودايما فاضح لنفسه؟ وبعدين مش غريب عليك يا احمد يا منصور ان انت بتطلع اشاعات، فزي ما انت بتقول دلوقتي انه فيروس كورونا متفشي في مصر، ما انت قبل كده كنت جبت الفيديو ده وقلت عليه ان المية اللي بتعدي من تحت قناة السويس دي راحة عشان تروي اسرائيل، في حين ان صحارة سيرابيوم معمولة من ايام مبارك او بيتجهز لها من ايام مبارك علشان تروي سينا، علشان سينا الحبيبة تتزرع وتتعمر. ومش غريب عليك برضو انك تجيب صورة زي دي لقطر خط القاهرة منوف وتقول عليه ان هو خط مصر اسكندرية وتقول عليه ان هو يوم الحظ. بصراحة انا دورت على اصل الصورة دي ولقيت الفيديو ده. الفيديو ده هو بيؤكد انه فعلا القطر ده هو قطر خط منوف القاهرة، ولكن التاريخ مش متأكد منه، خاصة انه اول نشر للفيديو كان على موقع القاهرة 24، وموقع القاهرة 24 للي متابعه من فترة فهو له توجهات ضد الدولة وبيشتغل بنظام دس السم في العسل. الملاحظة على الصورة دي اللي نشرها احمد منصور واللي الفيديو ده بيؤكدها ولكن من زاوية تانية، ولو تاخدوا بالكم ان انا بأكد الصورة بالفيديو بالكنيسة اللي جنب المحطة علشان محدش يقول لي الفيديو ده ملوش علاقة بالصورة دي، الملاحظ انه ولا واحد من الناس اللي موجودين دول كلهم لابس كمامة واحدة بس، مفيش كمامة واحدة بس في الصورة كلها ولا في الفيديو كله. فده معناه ان الفيديو كان قديم ومن قبل الحظر ومن قبل كورونا، ولكن تم نشره في الوقت ده. حاولت ادور على اصل الفيديو بصراحة لكن ما لقيتلوش اصل. بس برضه ما هو مش غريبة على احمد منصور الكذب. احمد منصور اللي في 2013 نشر صورة من جنوب افريقيا
وقال عليها ان هي جثث محترقة في فض اعتصام النهضة في القاهرة. احمد منصور بيستنكر صورة القطر المزدحم عشان موجود في مصر، مع انه منظر متكرر ومنتشر ومصر عارفاه من زمان، برغم انه من وقت ما تولى اللواء كامل الوزير والمنظر ده قل تماما عما كنا متعودين عليه. صحيح هو منظر غلط، بس بدل ما تتبناه وبدل ما تنشره وتصطاد في المية العكرة وبدل ما تفترض حاجات حقيرة للشعب المصري اللي هو المفروض اهلك، من باب التمني كان واجب عليك انك تدعي لمصر وتدعي لناسها وتدعي ان الازمة تعدي على خير ومحدش من المصريين يجرى له حاجة من جراء الانتشار بتاع الفيروس، بدل ما تقعد تفترض لنا حاجات حقيرة من باب التمني. بصوا يا جماعة، وقبل ما امشي اقسم بالله الذي لا اله الا هو ان جماعة الاخوان وخصوصا الكوادر القيادية اللي زي احمد منصور، اقسم بالله ان هم بيتمنوا لمصر الشر وللمصريين الشر، وان الفيروس يفتك بالمصريين جميعا، لان جماعة الاخوان بتعتبر ان الشعب المصري اللي قام بثورة عليهم في يونيو سنة 2013 وخلع حكمهم لا يستحق الحياة ولا الاحترام، وبيتعاملوا معاهم بفوقية على اعتبار ان الشعب المصري ما بيفهمش وان المصريين لا شيء يذكر، عايزينكم لمؤاخذة مطية، عشان كده بيتمنوا ان هم يشمتوا في المصريين زي ما خلعوهم سنة 2013. وانت يا احمد منصور اعتقد ان انت محتاج تعمل عملية ترقيع للتغريدات اللي انت عملتها المتناقضة دي وتوضح موقفك للخرفان اللي بيصدقوك، ولا بلاش، صحيح ما هم خرفان وكده كده هيصدقوك حتى ولو قلت لهم ان فيروس كورونا جاي من المريخ، وكفاية لسه لحد كده. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.